اعتقلت قوات الاحتلال 21 مواطنا فلسطينيا في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، كما اقتحمت محلا للمجوهرات في مدينة رام الله واستولت على ما بداخله نهبا. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة رام الله فجرا وفتشت منازل ومحال تجارية واعتقلت فلسطينيين، وعقب ذلك عدة مواجهات مع مواطنين فلسطينيين دون وقوع إصابات. كما اقتحمت بلدة نعلين غرب رام الله وعدة أحياء في مدينة الخليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، كما اعتقلت منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار العازل والاستيطان في بلعين الناشط عبد الله أبو رحمة والشاب محمد أديب أبو رحمة وأحمد محمد أبو رحمة.